منتابع مشاهدينا فقرات صباح اليوم، نوصل لفقرة هلأ وقتها مع المعالجة النفسية دانيا دبيبو. صباح الخير دانيا. صباح النور جنزون. أنا كتير منيحة، منيحة؟ بس شوفك كتير أحسن كمان. أنا كمان، أنا اللي بس شوفك كتير بوزيتيف. واليوم هيدا موضوعنا عن الطاقة الإيجابية يا دانيا. أول شيء هيك الكلمة قديه هي حلوة، طاقة إيجابية. خلينا نعرف عنها. كتعريف الطاقة الإيجابية هيدي كتير حلوة، لأنه يعني بتخلي للواحد يحس أنه محمس، بخلي للواحد يحس أنه متفائل ومبسوط. وهي بتتضمن يمكن أربع نواحي عنا، اللي هي طاقة في جسدية ممكن تكون إيجابية أو سلبية، طاقة عاطفية، طاقة تفكيرية، وطاقة روحانية. سو هون إذا واحدة من هالأربعة قشطت كتير بتعكس على البقايا. سو مجمل الطاقة عند الواحد ممكن يا تنخفض يا تعلى. يعني نحن واجبنا دايما نخليها عالية لحتى نعيش مبسوطين أكتر بحياتنا. وكيف بتعرفي هالشخص إيجابي؟ هو اللي بيكون يعني متعاطف مع حاله، رؤيته على الدنيا متفائلة للمستقبل، مع الناس بيكون يعني حكيه سلس، في مديح، بتحسي بيشجعك هيك. يعني بتقعدي مع حدا عنده طاقة إيجابية هيك محمس، بتحسي حالك اتحمستي، بعكس حدا طاقته منخفضة. يعني إذا بتشوفي حدا مكتئب يعني وقاعد عم بيحكي بسوداوية عن الشغلات، هيدا إنه مع الوقت بصيري سوداوية أنت كمان. سو هي شغلة معدية، هاي بدنا نتنبه لها دايما، خاصة إذا عنا استحقاقات بدنا نعملها. لازم نحن نضخ بحالنا هيدي الطاقة الإيجابية لنقدر إنه نقطع استحقاقات معينة، وبعدين نزعل قد ما بدنا إنه عادي هالفترة المعينة. قديه ممكن تأثيرها يكون للطاقة الإيجابية يكون كمان إيجابي على حياتنا؟ إيه، هي شوف الأبحاث كلها بتشير إنه هيدي الطاقة الإيجابية هي اللي مرتبطة بالسعادة ومرتبطة بالصحة النفسية المنيحة عند الأشخاص. مقياس السعادة عند الناس هن اللي بيكون عندهم هيدي الطاقة الإيجابية، وهيدي بنشوفها دايما بعلم النفس الإيجابي، إنه بيحكوا على هالناس اللي تفكيرهم بوزيتيف، عواطفهم بوزيتيف، بيعملوا المستحيل لتطلع هيدي العواطف الإيجابية حتى إنه يكونوا سعداء بحياتهم وتكون صحتهم منيحة. وبتعرفي الصحة النفسية بتعكس على صحة جسدية منيحة والعكس صحيح. سو في إلى هالتبعيات. وانت يعني إذا بتطلعي بحدا هيك عنده هالطاقة الإيجابية بتحسيه بيجذبك، بصير بدك تضلك معه لحتى تاخدي من هيدي الطاقة ويعبيكي كمان، بعكس إنه حدا يكون طاقته سلبية عم تقعدي معه عم بيسحب لك إياها كلها. بنحس هيدا الشيء كرمال هيك أوقات بنقول مثلا أنا تعبانة عبالي يمكن روح مع هول أشخاص يمكن ما يكونوا أصدقاء حتى، بس قولي بيسلوني بيعطوني هيك طاقة إيجابية. طب شو ممكن دانيا ينقص من هيدي الطاقة؟ يا هيدي التنقيص في كثير عوامل لها كمان اللي بتصب جسدية كمان وعاطفية. يعني كثير لازم ننتبه نحن على أنه صحتنا الجسدية مرتبطة بالنوم. يعني في ناس بتنخفض كثير طاقتها إذا عندهم مشاكل قلق. نوع الأكل اللي بناكله مرات، أنت إذا بتاكلي منقوشة هيدي نشويات بتحسي نفستي من بعدها. في نوع أنواع كيف أكل. إذا منقوشتين مثلا يا في عوامل الضغط النفسي اللي الواحد عم بيقطع فيها، كل مثل ما نحن عم بيصير عنا هلا الهموم والمشاكل هيدي كلها بتسحب الطاقه بتنزلنا نزول. في انواع ادويه بتعمل انخفاض بالطاقه عنا مثل ادويه السعاله والحساسيه، هو اللي كثير بخلوك تهبطي يعني. والناس اللي بتشرب كمان كحول ومخدرات هيدي كمان صح يعني هن بالعكس الطاقة. بكونوا في كثير ناس بفكروا انه نحن بنشرب كحول لانه بلحظه بنزهزه، بس هن يمكن من بعد القومة بيقشطوا نوعا ما. ذكرت دانيا والناس اللي بتقعدي معهم كمان ممكن حكينا بالزمانات على الهولي مصاصي طاقة الحياة منك. يعني في طبيعة أشخاص بتقعدي معهم اللي جد بيتلفوكي بنق متواصل، بانتقاد متواصل، بحكي متواصل، يعني ما بيخلوكي تحكي إنه بتحسي انتلفتي. إذا واحد مكتئب بالناس اللي كل الوقت عايزين بدهم شيء إنه أنا الضحية ساعديني. سو هولي ناس كمان إيه بتحسي إنه دخيلكم ما بقدر بتحسي إنه لا خلص هيك مصولك الطاقة بدك تروحي تعبي ترجعي ضروري. صح. ذكرت دانيا اليوم شيء كتير مهم، إنه نحن الوضع اللي عم نمرق فيه كتير صعب. يعني قد ما نجرب نكون إيجابيين وقد ما نقول إنه لا أنا عبالي يمكن فرفحت تجي فاتورة المطر
مثلا للاسف. عن جد اليوم ستطعت لهم البنزين انت ورايحه، اذا انفخت معك دولاب يمكن ما معك تغيريه، اذا لا سمح الله حدا عمل حادث سير صغير كثير صار بيعطى الهم كيف بده يصلح. يعني عندنا هموم قصة المدارس، يعني حدا لا سمح الله اذا سخن بده يجيب دواء بسيط لما نوصل للحالات الكتير كبيره. هدول الاشياء يعني هلا انا عم اقول لك اياهم يا اسد عن جد. بس نحن للاسف عايشينهم غصبا عنا، يعني مش قايلين مثلا انه انا بنق اليوم لانه وضعي بالبيت، وضعنا كلنا وضع مشترك، هل هيدا الشيء بخفف لانه كلنا هيك او بزيد؟ طبعا يعني نحن بكل هول ما عم نقول الاشياء اللي بتسحب الطاقه هي هالهموم والمشاكل اللي عم منقطع فيها، بس ما نحن عنا خيارين، يا بدي اترك حالي انا لحتى هيك ياكلني الهم وضلني معصبه وضلني زعلانه، يا بدي شوف كيف بدي سيسر اموري وضلني مكمله لانه انا براسي هلا هيدي فتره بدنا نقطعها، يعني ان شاء الله ما تطول كثير، بس في اقطعها انا وزعلانه ومهمونه وفي اقطعها وأنا وقوية ومثل اللي حاملة هالسيف وعم بحارب كل هالهموم وحلحل المشاكل. هون بتساعدك الطاقة الإيجابية تكون عندك، تفكيرك بيصير على كيف بدي حل المشاكل، وللأسف يعني نحن كلبنانية مورطينا بحلول مشاكل كل الوقت. سو بدل ما نكون عم نحلم كيف بدنا نساوي مستقبل ونعمل إشياء تانية، لأن هيدي وحدة من الإشياء اللي بتعطيكي طاقة إنك صحيح. تكوني عم تشتغلي على شغلات. حتى دانيا شيلو منا يعني الاشياء اللي يعني بكره، مش البكره البعيد يعني قبل كنا نخطط لبكره ولا المستقبل. كمان اوقات اشياء كتير بسيطه بتفرحك، يعني نحن قبل كنا ننطر الويك اند لنظهر اولادنا، لنحن اليوم صار عندنا حتى هيدا التنفيسه للطاقه الايجابيه اللي كنا ناخذها قبل لنهرب من همومنا، صارت هي بحد ذاتها شيء سلبي لانه ما قادرين نعملهم مثل ما كنا قبل. مزبوط، وهون بدنا نعترف يعني انه ليكون انا عندي طاقه ايجابيه ما بدي أقول أنه لا ما في مشاكل، لا الوضع منيح، لا بدي أعترف أنه وضعنا مؤسف كتير. قد ما كنت إيجابية أنا بدي أقول أنه هيدي أيام صعبة مش مقبول أي شعب أنه يمرق فيها. برجع بدي أقول طيب شو بدي أعمل بهيدا الوضع المؤسف، بدي ضلني أنا عم غزي حالي طاقة لأقدر كمل. هون التحدي بقى قديش حقدر ذكر حالي أنا أنه يا عمي ما بدي اتاخد أنا كتير بهالهموم، خليني شوف شو عم بقدر أنا ساوي بحياتي اليومية واستمد تشرج حالي هيدي الطاقة الإيجابية لأبسط حالي بالقوة. لأن أنا عندي تصميم مثلا أني أنا بدي أقطعها هالمرحلة، ما خليها تاكلني، ما خليها تبلعني، خليها تعمل لي اكتئاب ومشاكل قلق وهيك. سو هون من واجبنا، مشان هيك كتير عم نوعي على الصحة النفسية قديش مهمة يا جماعة، انتبهوا عليها هيدي الصحة النفسية. هلأ نحنا عم نتحمل كتير شغلات يمكن فوق طاقتنا، بدنا نقوي هيدا الحس تبعنا بتحمل الصعاب وتحمل الانزعاج، بس نكون دانيا بحالة نوعا ما نحنا مش قادرين نغير فيها، يعني مفروض علينا فرض. طيب إذا بقى نحكي شوي نرجع عن الطاقة الإيجابية، في ناس دايما هيك إيجابيين وبجربوا قد ما كان نيالهم هيك يزرعوا الفرح ويضلوا كيف ما كان عم يضحكوا وبيعين الدنيا بقشرة بصلة من ما نقول. هيدا الشيء إيجابي كمان أو في أوقات مساوئ للطاقة الإيجابية؟ برافو عليك، منيح اللي حكيتيها، لأن في شيء عم نسميه توكسيك بوزيتيفيتي، هيدي الإيجابية السامة. مش مستحب انه الواحد يضل لا بيعينا بقشره بصله وبصير الواحد عم يجبر حاله انه لا انا بدي ضلني ايجابي مع كل شيء عم بيصير، ما بدي اسمح لحالي ازعل، ما بدي اسمح لحالي لا هيدا غلط، لان طمر هيدي العواطف السلبيه مش منيح، بيعكس علينا كثير مشاكل نفسيه بعدين بترتد علينا، يعني اللي بيجوا لعنا رح يعني بيجوا لحتى يحكوا شو عم بحسوا ويعبروا. سو هيدا التعبير والإحساس بهول العواطف السلبية كتير خطوة مهمة، ما ونعيشهم بوقتهم لمرحلة معينة طبعا، بس الشاطر اللي ما بيخلي حاله يغرق فيهم كتير، لأن كلهم خبرة الحياة فيها عواطف إيجابية وعواطف سلبية، ما فيك تنكري أنه السلبي موجود أنه لا بدي أطمره، هيدا شيء كتير بتصيري كمان عدم مسؤولية يعني نوعا ما، بس تكوني هيك عم طبعاً. تحكي يعني دايما اخذ الأشياء مثل ما بنقول على الهينة، وقدي ممكن تزعج غيرك، يعني قدي ممكن ممكن
الشخص اللي عنده طاقه ايجابيه زايده عن اللزوم يزعج الشخص ثاني عم بمر بمرحله يمكن صعبه. اي طبعا اذا انت كنت عندك هالطاقه الايجابيه وقعدتي مع حدا عم بيقول لك والله يا زينه انا ما مبسوط بشغلي ابدا كثير مضايق، إذا أنت يعني بدك هيك تسعديه يمكن أنت تغلطي بدون ما تحسي، إذا بتقولي له ولك عشو زعلان لك منيح اللي عم تشتغل ما شايف إنه في ناس هلأ كلها قاعدين بلا شغل، هيدا غلط صح؟ كثير غلط لأن ما من الأول بتنقال هاي، هيدي بدك كثير تأجليها، إذا بتقليها يعني بدك تفرجيه ما هو حق يزعل، بدك تسأليه ليش زعلان اللي خبرني خليه يعبر عنهم هول الاشياء الزعل وتعطيه حق بزعله يعني طبعاً لانه تقولي له انا يعني تريحيه ايه؟ تقولي له بعرف انت يمكن قد ايه زعلان وحقك تكون زعلان ايه؟ وانا لو كنت محلك كنت زعلت اكثر منك، هيدا الحكي بخليه للواحد يحس انه ايه انا يعني مني غلط اني عم بحس بالانزعاج، بتحسسيه غلط انه عم ينزعج او عم بيكتئب او كذا اذا بتقولي له لا شوف غيرك مثلا او لا شوف الاشياء المنيحه اللي عندك، هيدي خليه يوصل لها بعدين هو، بس انه بالاول خليه ينفس، نحن مع حالنا لازم نعمل هيك مع حالنا نسمح لحالنا قد ما كنا ايجابيين نقعد ونلطم مرات انه هذا الشيء كثير مهم لانه الناس ما بتعرف هي بتفكر يعني ايه. بتكون انه من طيبه انه عم بتساعد الشخص الثاني انه خلص بتصير تعطيه اوقات أمور أصعب بتقولوا ليك مثلا بدري مين شو صار فيه هيدي السنة، هيدا الشيء غلط لأنه كل مين يمكن همه كمان دانيا على قده يعني ولازم يعيش زعله مثل ما قلت تعمل مفعول عكسي هي على الشخص أبدا ما بتكوني عم بتساعدي وفي ناس ما بتمشي معهم الإيجابية زينا خلاص إذا الواحد بيعرف حاله ما بتبع إيجابية ما يجرب لأنه كتير بيتضايق، في ناس طبيعتهم هن هيدا التفكير اللي كتير حريص وكتير سوداية، يعني في فرق بين متشائم ومتفائل، المتشائم دائما بحس حاله معه حق انا عم باخذ احتياطاتي ما بدي اصاب بالخيبه اذا ما صارت الشغله مثل ما بدي سو بيضلوا متحسب انه لا ما حتزبط مثلا ما حتزبط لحتى اذا فعلا ما ضبطت يتميز حق اكزاكتلي هيك بيصير هون كمان بنحكي شوي بنوصل لنحكي عن الاشخاص الحساسين او الاشخاص اللي عندكم هيك عاطفه شوي زايده عن اللزوم، هول بيتاثروا اكثر من الطاقه الموجوده حواليهم اذا كانت سلبيه إذا كانت إيجابية، وكيف ممكن نعرف أنه هول الأشخاص لازم ننتبه لهم يمكن؟ شوفي الأشخاص الحساسين هول بحسوا العواطف مرتين أكثر من غيرهم، انبسط بينبسط مرتين أكثر من غيره، زعل بيزعل، يعني بحسوهم العواطف كثير، سو فعلا هول لما بيقعدوا يعني هلا في علم الطاقة هيدا الإنرجي فيلد اللي بيقعدوا بيحكوا في ناس بتشع بوزيتيف إنرجي وفي ناس بتشع نيجاتيف إنرجي، سو إذا أنت حساسة وقاعدة مع حدا كثير عم ببس هالسلبيات الطاقة سلبية يعني بتحسي انه لبست بجسمك وخلص صار معك الاحباط والعكس صحيح اذا قعدت مع حدا كتير مبسوط سهولي دايما منقول لهم انتو بس تحسوا انه انتو اخدتوا طاقة سلبية وخلص اثرت على عواطفكم تفكيركم كذا ايه بدكم تشرجوها للبطارية ترجعوا تعملوا تنفيس طلعوا كل شيء لحتى ترجعوا تعبوا واذا بتعرفوا حالكم رايحين حتلتقوا مع حدا كتير سلبي بتعرفي سلبيين ممكن يكونوا ناس من العائلة أكيد البسوا عدوا هيك دقيقة أو دقيقتين من ما تفوتوا زيارتكم أو إذا تفوتوا على البيت نفس عميق نفس عميق وتخيلوا إنكم أنتوا حاوطتوا حالكم بشيء اللي بنسميه الهالة المانعة عن تلقي السلبيات هيدا بالإنجليزي بنسميها هون عم نحكي عن الطريقة لنتخلص من الأشياء السلبية سو بتعملي بروتكتيف شيلد حواليك بتعملي نية إنه أنا هلأ حاوطت حالي بطاقة اللي مثل التفال أي شيء سلبي بده يجي علي بده يزحط سو بنعمل دقيقة دقيقتين هيك إنه أنا ما بدي أتأثر هلأ فايته عند حدا كتير سلبي هيدي بالشغل ممكن تعمليها او شيء سو لما بتصيري بتروحي عم بتشوفيهم هيك بتصيري عرفتي خلص انت عندك هيدي المناعه ما بتعود بتفوت هيدي الطاقه ويمكن عليك. كمان دانيا ديجا ما عرفت انه الشخص هو سلبي راح نص المشوار لا يعني راح نص التعب لانه انت اليوم فرق ما تتاثري بشخص يمكن ما بتعرفيه وعم يحكي اشياء سلبيه ممكن ياثر عليك اكثر تفكري فيهم ليه هو عم خاصه اذا من ناحيه مثلا عم يحكي يمكن من ناحيه شغله بتصير تفكر انه لا ما هيدا بيعرف كرمال هيك انا بصير ياثر عليك اكثر بالوقت اذا شخص بتعرفيه انه هو سلبي خلص بتصيري
عارفه محضره حالك معنويا. مزبوط مزبوط كثير. اوكي دانيا، بعد في شيء هيك اخير على بالك تزيدي؟ هي بدنا نقول كيف بنشحنها هيدي الطاقه. اوكي يعني معنا وقت شوي؟ معنا شوي. اوكي، لانه شحن الطاقه بده يبلش بنيه، بده يقول الواحد انا هلا بدي اعمل شيء لحتى اشحن طاقتي انرجي. كثير بنقول انه النيه لازم تكون موجوده، وانه الواحد يقوم بخطوات يعني، ويصير يتصنع انه عنده طاقه. كم مره انت بتجي على شغلك دخلك بيكون ما عندك طاقه؟ طبعا بتتصنعي انه لا انا منيحه وكذا، وهون بيصير عندك طاقه. وكثير مهم ليكون عندك هيدي الطاقه تحطي ابتسامه على وجهك زينه، ويكون نبره صوتك فيها طاقه. هيدي كمان انه مع الوقت بتصير بتخليك يصير عندك هالطاقه، حتى اذا بدك تردي على التليفون. بدي اعمل انا وياكي اكزرسايز هلا، حابرم وجهي، حاعمل حالي عم برد على التليفون، انا مره حكون عم ببتسم بطاقه، ومره حكون نيوترال هيك ما عم بعمل شيء. واحذري لي انت اي مره اكون عم ببتسم. اوكي سو رن التليفون مثلا تررم تررم. الو، مرحبا دانيا دبيبو معكم، كيف في يساعدكم؟ هاي كانت اول مره. ثاني مره، الو مرحبا دانيا دبيبو معكم، كيف في يساعدكم؟ اي مره كنت عم ببتسم؟ صعب الاولى ولا الثانية؟ الثانية. ابتسامة صغيرة شو بربح؟ طاقة إيجابية. سو هيدي الابتسامة الصغيرة حتى أنت وعم بتردي على التليفون بتغير لك نبرة صوتك، وبتحسي عندك طاقة. عدو الطاقة دايما الخمول. إذا أنت بدك يكون عندك طاقة تحركي، اعملي شيء يعني، نطي. هيدي النطنطة إذا الواحد بدقيقتين ثلاثة إذا بيسمع موسيقى بيرقص هيك خلص شحن طاقة. يعني عكس الخمول بدك تساوي. حلو. ويمكن هيدا الشيء دانيا نحن كلبنانيين كمان معروفين فيه، لأنه دايما بيقولوا أنه الشعب اللبناني شعب إيجابي رغم كل الصعوبات اللي بنقطع فيها، بضل يلاقي شوي. هلأ بتطلع الصرخة أوقات أنه شعب ما عم بفكر بشي باله يتسلى، هو بالوقت اللي بيكون عن جد عم بفسح أوقات شوي عن الطاقة السلبية يلي للأسف مرافقتنا بيوميتنا. شكرا لك دانيا دبيبو، دايما هيك فقرتك مميزة وحلوة وبتزرع فينا الفرح. شوفك إن الله رد الأسبوع المقبل.